بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول العالمين، الذي قال فيه الله تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تتحسن بها الأخلاق، وتتسع بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. الحمد لله الذي أقامنا في بيت من بيوت الله، الذي أقامنا في مسجد سيدنا الإمام الحسين، فبحب رسول الله وآل بيته يكون النجاة. الحمد لله الذي أقامنا بين علماء أجلاء ودعاة يرفعون بكلماتهم رايات الحق في بلد أقامها الله في مقام الحق، فهي مصر، مصر التي جعل الله لها مقاما. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندري: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، فانظر فيما أقامك، فلننظر فيما أقامنا الله عز وجل. واعلم أن كل خير تأتي به إنما يكون بحسن الظن بالله، فحسن ظنك بالله هو الذي يوفقك إلى كل خير. ولقد قال رسول الله محدثا عن رب العزة في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فحسن الظن هو طريقك إلى الخير، هو طريقك إلى الله عز وجل. ومن مرتبة حسن الظن ننتقل إلى مرتبة اليقين، الذي قال عنها العلماء: هي صنوان بين الإحسان، والذي مدح الله عز وجل في كتابه المحسنين، وقال في أكثر من موضع: إن الله يحب المحسنين. أهلا وسهلا بكم في رحاب مسجد الإمام سيدنا الحسين، وأتشرف بصحبة فضيلة الدكتور الشيخ صلاح الدين، خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف للقاهرة، ومعي المحدثا الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين، ويشرفنا أيضا الدكتور محمود خليل سيد وكيل المديرية، والدكتور منتصف محمود مدير الإدارة، والشيخ أحمد محمود مدير عام الإدارة بواسطة القاهرة. أهلا وسهلا بكم. فعن اليقين ومرتبة اليقين ومراتبه يحدثنا فضيلة الشيخ خالد صلاح الدين عن هذا اليقين وعن معناه، حتى نصل فيها إلى تلك المرتبة التي توصلنا إلى الله عز وجل. فليتفضل المحدث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فشكر موصول لراعي هذا الحراك العلمي الدعوي الثقافي في ربوع جمهورية مصر العربية، سعادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وشكر موصول للصديق العزيز الأستاذ صبحي مجاهد الكاتب الصحفي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وللدكتور مصطفى عبد السلام مضيف هذا الحفل وإمام وخطيب مسجد مولانا الحسين. والشكر موصول لحضراتكم على هذا الحضور. أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ورضي الله عن سيدنا الحسين وعن آل بيته الطيبين الأتقياء الأنقياء الأخيار. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الكرام، اليقين من الصفات العظيمة التي إذا تحلى بها الإنسان استقام حاله وصلحت أفعاله وأعماله. وهو كما قال بعض أهل العلم: العلم التام الذي لا شك معه. لأنه اليقين ضده الشك. العلم التام
الذي لا شك معه، وهو صفة من الصفات التي أثنى الله عز وجل بها على المتقين في صدر سورة البقرة. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وعلق الله عز وجل عليه الفلاح في الدنيا والآخرة فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ما ألقي في قلب المؤمن خير من اليقين، يعني ما ألقي في قلب المؤمن أفضل أو خير من اليقين. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت والعياذ بالله فسد، إذا صلحت صلح الجسد كله والعمل كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله والعياذ بالله، ألا وهي القلب. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إنما الأعمال بالنيات. واليقين وصية النبي، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر والصحابة، كما جاء في الحديث الذي يقول فيه: سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤتى أحد خير، لم يؤتى أحد بعد اليقين خير من المعافاة، خير من المعافاة. وهو صفة من صفات الأنبياء والصالحين. قال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وليكون من الموقنين، هذا اليقين، هذا الإيقان هو الذي دفع بسيدنا إبراهيم عليه السلام أن يأخذ زوجته وولده إلى مكان لا زرع فيه ولا ماء ولا إنس ولا حياة. حينما أخذ زوجته هاجر وولده إسماعيل عليه السلام، وكان آنذاك طفل صغير، وترك أمنا هاجر في مكان لا زرع فيه ولا ماء، الله أمرك بهذا؟ زوجته هاجر طبعا هي امرأة ومعها طفل، وتركها سيدنا إبراهيم في مكان قفر لا زرع فيه ولا ماء ولا حياة ولا إنس ولا 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 ولا. يا إبراهيم، وهذا درس علمته أمنا هاجر لنا وللإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في اليقين، يا إبراهيم الله هو الذي أمرك بهذا؟ هذا المنزل، هذا المقام، هذا المكان ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تتركنا فيه؟ قال: نعم. فقالت بقلب يملأه اليقين: إذن لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله، لأن قلبها قلب تربى على اليقين، على الثقة في الله، على حسن التوكل على الله، إذن لن يضيعنا الله. وظلت تهرول ميمنة وميسرة تبحث عن الماء حتى نبعت عين من يومها إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي عين، عين إيه؟ زمزم، هي عين زمزم. لكن شوفوا سيدنا إبراهيم بعد أن ترك زوجته
ماذا قال؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وبعدين قال إيه؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة. مالش يا رب أنا عايز عزوة ولا عايز ولادة أتحمى فيهم ولا أستقوى، لا أستقوى بهم. ربنا ليقيموا الصلاة، أنا تركت زوجتي وولدي وأتمنى عليك أن تكرمني بذرية تعمر هذا المكان وتقيم الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. ده سيدنا إبراهيم بيدعي لزوجته وابنه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، برضو ده يقين، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عشان كده بعض أهل العلم يقول لك ستظل مكة وما حولها في خير ونماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بسبب دعوات سيدنا إبراهيم، بسبب دعوات سيدنا إبراهيم هذه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن كلما تمكن اليقين من قلب الإنسان كلما استقام هذا الإنسان وازداد إيمانه بالله ويقينه في الله، لأن اليقين بالنسبة للإيمان كالروح بالنسبة للجسد، فكلما ازداد يقينه ازداد إيمانه، أو كلما ازداد إيمانه ازداد يقينه. لأن بعض أهل العلم يقول اليقين لب الإيمان، اليقين لب الإيمان. وانظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما آوى إلى غار ثور ومعه سيدنا أبو بكر، وجاءه المشركون بحثا عنه حتى وقفوا على فتحة الغار، وقال له سيدنا أبو بكر يا رسول الله ما ظنك يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. المشركون فوق الغار، سيدنا أبو بكر لا يخشى على نفسه إنما يخشى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يعلمه درسا وأن يعلمنا درسا في اليقين والثقة في الله، فقال له يا أبا بكر اطمئن، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حينما تنظر إلى سيدنا نوح ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يصنع الفلك على أرض يابسة. المعروف أن صناعة الفلك بتبقى فين؟ يعني في مكان قريب من البحر، وبعدين يجيبوا الآلات التي تحركها بعد أن يعني ينتهى من العمل بها، يجيبوا الآلات اللي تحركها توديها المية. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. سيدنا نوح كان عنده يقين إن هيكون في حاجة ولا لأ؟ لو لم يترسخ اليقين في قلبه لما أقدم على صنع السفينة. وبعدين لما حصل اللي حصل وفجرنا الأرض عيونا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، من الذي نجا؟ من كان اليقين مستحكما في قلبه، أصحاب اليقين. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه، من الذي حمله؟ الله، وحملناه على ذات ألواح ودسر. يبقى كلما قوي اليقين في قلبك كلما استقام حالك وصلحت أعمالك وأفعالك، ووفقك الله عز وجل
لكل خير يحبه ويرضاه. بعض أهل العلم يقولون يستجلب اليقين بثلاث: أولاً بتلاوة القرآن، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي سورة الذاريات بيّن الله عز وجل أن الذي ينتفع بالآيات الكونية الموجودة في الكون والنفس أصحاب اليقين، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عشان كده قال إيه؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى بكثرة القراءة للقرآن الكريم مع التدبر، قالوا أيضا بالنظر والتدبر في آيات الكون والآيات الكونية والآيات الموجودة في نفس الإنسان كما أسلفت. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بعض أهل العلم قال الحق هنا اليقين. ثالثا بالتطبيق العملي لما تعلمه الإنسان. يبقى من ضمن الأشياء التي يستجلب بها اليقين التطبيق العملي لما تعلمه الإنسان، أن يعمل الإنسان بما تعلم، أن يعمل بما تعلم، يطبق ما تعلمه تطبيقا عمليا بقلب خالص وثقة في الله وحسن ظن في الله. وحسن ظن في إيه؟ في الله، لأن الله عز وجل يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا إيه؟ فله، إن ظن بي خيرا. علشان كده خليك دايما حسن الظن في الله وحسن الظن في الناس. أسأل الله عز وجل بقلب خالص في هذه الليلة المباركة أن يزيننا بمحاسن الأخلاق، وأن يجملنا بمحاسن الأخلاق، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وللحديث بقية مع الدكتور مصطفى عبد السلام بعد أن يقدمه سعادة الأستاذ صبحي مجاهد، فليتفضل. نشكر فضيلة الشيخ خالد صلاح الدين على هذا الكلام الجميل الذي عرج بنا عن قضية اليقين وكيف أنها كانت هي المخرج في كل الأزمات حتى مع الأنبياء والرسل. فعندما تأتي الأزمة يظهر اليقين، وكأن كل رسول يأتي ليعلمنا أن اليقين هو صلاح العبد وهو الإيمان. وما أحوجنا في هذا الوقت الذي نمر به باليقين، فنحن نرى كل يوم مشاهد من مذابح تحدث على أرض فلسطين، ولكن يقيننا بالله أنهم لن يضيعهم الله أبدا. فلا تهتز يقينكم بالله، فأن الله ناصرهم، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: أذن للذين يقاتلون أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالله قادر على نصرهم، فلا نقول أين الله فيما يحدث، إنما الله له سنن، ومن سننه أن يمحص عباده باليقين. وأهل فلسطين وأهل غزة كما قال الشاعر: أنا سأعيش رغم الداء والأعداء فوق كالنسر فوق القمة الشماء. فهم لن يغسلهم الله أبدا ولن يستهينوا أبدا، فباليقين سينصرهم الله. ويجب أن يكون لدينا يقين بأن بلادنا مصر بقيادتها الحكيمة قادرة على أن تكون لها دور كبير في حل هذه الأزمة. وعلينا أن نجعل من أنفسنا ثمرة لليقين بالله عز وجل. وعلينا أن نستمع إلى هذا الكلام عن اليقين ومراتبه وكيف نعلم درجتنا في هذا اليقين مع فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا أبا القاسم
اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وكرِّم وأنعِم وتحنَّن وتفضَّل وتكرَّم على هذا النبي الأمي العربي القرشي التقي النقي البهي الذكي الهاشمي المكي المدني صلاةً ترضيك وترضى بها عنا إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا مولانا الإمام الحسين وعن جميع آل البيت الطيبين الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أيها المستمعون عباد الله، شكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة الذي أعاد للمساجد ريادتها في نشر الفكر الديني الوسطي، فجزاه الله تعالى عنا وعن الدعوة خير الجزاء. كذا والشكر موصول لأستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل أول وزارة أوقاف القاهرة، وللأستاذ صبحي جزاه الله سبحانه وتعالى عنا خير الجزاء، والشكر كذا موصول لحضراتكم. وبعد، بعد، الحديث في هذه الليلة كما أشار مولانا فضيلة الشيخ خالد عن اليقين. اليقين، اليقين إنك تكون متأكد من الحاجة وما عندكش ذرة شك، تكون متأكد منها زي الشمس، تقول لك يا راجل ده أنا شايفها بعناية الاتنين دول، ده واضحة زي، ده واضحة زي الشمس. هو ده اليقين، إن يكون عندك يقين وعقيدة ثابتة راسخة ما فيهاش ولا ذرة، ما فيهاش ولا ذرة شك. العملية معاك واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، ده اليقين. طيب، اليقين اللي احنا بنتكلم عنه، احنا بنقول لك يلا ندرب نفسنا ان يكون عندنا يقين اكتر في الله سبحانه وتعالى. ما توحد الله، يكون عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، عندك يقين في المولى سبحانه وتعالى، ان النافع مين، ان الضار مين، ان اللي هيرزقك مين، ان اللي هيكشف الكرب مين، اللي هينصر الأمة مين، في كل لنا الله، ملناش غير ربنا سبحانه وتعالى. يكون عندك يقين وعقيدة ثابتة راسخة إن حياتك كلها في إيد، في إيد ربنا سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واحد. اثنين، اليقين محتاج منك تطبيق عملي. ركز كده في حياتك، ما انتش فاكر في مرة كان عندك يقين في موضوع معين وربنا جبر بخاطرك بس علشان عندك يقين في الكريم؟ ما توحد الله. فكر كده معايا في حياتك كده، مريت بأزمة، مريت بزنقة، مريت بضيق، مريت بكرب، بس وقتها في عز الضيق وعز الكرب وعز الكارثة وانت مطمن ان الله سيجعل لك مخرجا. ما توحد الله، هو ده اليقين بقى. ده مفيش فلوس بس انت متأكد ان ربنا هيسترها معاك. ده انا رايح للدكتور ومعرفش عندي ايه ومعيش، انت متأكد انك هترجع مجبور الخاطر. كل حيثيات الدنيا تقول انك ضايع في المشكلة دي، لكن يجعل الله تعالى لك مخرجا ببركة يقينك بالله سبحانه وتعالى. وده اللي اشار لي مولانا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع سائر الانبياء والصالحين في عز المشكلة، مع ستنا السيدة هاجر كما اشار مولانا. الله امرك بهذا؟ قال لن يضيعنا الله. شوف بقى ستنا هاجر لما كان عندها في يقين في ربنا سبحانه وتعالى، ايه اللي حصل؟ تخيل حضرتك، عمر سقف طموحاتها ما كان يوصل لها علشان فقط بقى عندها يقين في الله. عمر سقف طموحاتها ما وصلها ان ربنا يجعل ماء زمزم ينبع من تحت قدم ابنها. عمر ما سقف طموحاتها كان يوصلها ان سعيها بين الصفا والمروة ربنا يجعله منسك الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ده حسن ليه؟
حسن اليقين بالله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء يقولون ايه؟ ما توحد الله. عندنا حاجة اسمها علم اليقين، وحاجة تانية اسمها عين اليقين، وحاجة تالتة اسمها حق اليقين. أعلى درجة هي حق اليقين. إيه علم اليقين؟ وإيه حق اليقين؟ وإيه عين اليقين؟ صلي على الحبيب. أنا بقول لك البطرمان ده فيه إيه؟ أنت بصيت على البطرمان قلت ده فيه عسل نحل، يبقى أنت كده عرفت ده اسمه إيه؟ علم ال علم اليقين. اتنين، انت فتحت الغطا وبصيت، اه فعلا ده عسل نحل اهو وانا شايفه، ده اسمه حق الايه؟ حق اليقين. تروح حاطط صبعك وتدوق العسل، ده بقى اسمه ايه؟ عين اليقين. انت كده تأكدت 100% ان ده ايه؟ عسل. في الظاهر عسل، وفي الطعم ايه؟ وفي الطعم عسل. احنا بقى بندور على اعلى درجة من درجات اليقين، ان يكون عندك حق عين اليقين مع الله سبحانه وتعالى، تبقى متأكد ان النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. يا حضرات، ده الاعرابي اعرابي يغضب، يغضب علشان بعض الناس شك ان ربنا هو الرزاق. اقرا معايا في سورة الزاريات، وفي السماء رزقكم وما توعدون. حلو قوي، مصدقين؟ حد عنده شك؟ عندك شك؟ عندك شك ان جارك هياخد رزقك؟ عندك شك ان صاحبك في الشغل هياخد رزقك؟ ده ربنا قسمها خلاص. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآية اللي بعدها، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون. الأعرابي يغضب ويزعل ويزمجر ويقول من الذي أغضب الجبار حتى أقسم. انتوا مش مصدقين، انتوا محتاجين ان ربنا يقسم ان الرزق بإيده. ده هنا حق اليقين وعين اليقين، يقين كامل على أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. خلي عندك يقين في عز المهالك، وقول ربنا هيجعل لي مخرج، والله ربنا هينجيك بيقينك الصادق. سيدنا أبو الدرداء صليت على الحبيب، طالع من بيته فقال دعاء الخروج من المنزل اللي هو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو قلت الكلمتين دول يرسل الله لك ملك يقول لك هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. يعني خلاصة بقيت في حماية مين؟ في حماية الكريم. سيدنا أبو الدرداء قال الدعاء وراح السوق، شغال في السوق بيبيع ويشتري، جي واحد عليه، يا أبو الدرداء يا أبا الدرداء أدرك إن بيتك قد احترق. قال له والله لا يحترق بيت أبو الدرداء. قال له ازاي؟ اقول لك ده في حريقة في الحي، البلد كلها بتولع. قال له بس انا بقول لك والله لا يحترق بيتي. شايف اليقين؟ شايف اليقين في ربنا؟ قال له اكنت هناك؟ قال له ما انا قدامك في السوق اهو، انا شايف حاجة. قال له اذا ما حملك على هذا اليقين؟ ذهب ابو الدرداء الى الحي فوجد أن الحي كله احترق إلا بيت أبو الدرداء بقدرة الحي الذي لا يموت. قال له ليه الحكاية؟ قال له أصلا أنا قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أعلم أن الله قد هداني ووقاني وكفاني. ده أنا في حماية الكريم، أطلع أكل عيشي يخرب بيتي؟ أبدا. اللي نجاه إيه؟ اليقين في ربنا سبحانه وتعالى. كان في عيلة في المدينة اسمها عيلة الناطر، كانوا شاطرين قوي في تجارة العقارات، البيع والأراضي والبيوت والحكاية دي، مشهورين بالحكاية دي. بقى كان عندهم خدم وحشم، وكان أخت سيدنا أنس بن الناطر اسمها ربيعة، كان عندها خدم وحشم. مهم ستنا ربيعة طلبت حاجة من الخادمة، الخادمة رفضت، حصل زي مشاجرة يعني كده، فستنا ربيعة بتزق الخادمة وقعت سنتها اتكسرت. الخادمة ما كدبتش خبر،
سنتها اتكسرت راحت جري الى رسول الله محمد. عيلة النضر كسروا سنتي. طب طلباتك سن بسن، زي ما السيدة ربيعة كسرت سني اكسر سنتها، مش ده عدل ربنا؟ قال لها اه عدل ربنا. سن بسن. سيدنا النبي بعت لسيدنا انس قال له احنا في مشكلة، الخادمة عايزة ايه؟ عايزة تاخد طرها من اختك ستنا ربيعة. فقعد سيدنا انس مع الخادمة يقول لها يمين شمال يمين شمال، طب نعوضك، طب طلباتك، طب اللي انت عايزاه، طب راسي كابوسها راسها والف سيف اللي ايه تكسر سن ستنا ربيعة. فسيدنا انس يقول ايه؟ والله لن تكسر سن ربيعة. هو مش بيقول اعتراض، بيقول ثقة في مين؟ يقول والله ربنا لا يحل المشكلة دي، رغم ان الخادمة مصرة انها تكسر سن ستنا ربيعة. يقول كده والله لن تكسر سن ربيعة يا رسول الله. وبالفعل في نهاية المطاف عافت الخادمة عن ستنا ربيعة، فرفع النبي وجهه إلى السماء وقال قولته المشهورة بفمه الطاهر: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. ما توحد الله، هي دي بقى الثقة في الله، اليقين في الله سبحانه وتعالى. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اليقين معاك طول حياتك لحد ما تموت، والله لحد ما تموت وانت على فراش الموت لازم يكون قلبك عمران بيه بالله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي قال كده قبل ما يموت لا بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. سيدنا أحد الشباب نائم على فراش الموت، العيلة جنبه بتعيط، فقال لهم أجلسوني فأجلسوه، فأجلسوه. ما يبكيك يا عم؟ قال له يا ابني أنت هتموت ومش عارف أنت رايح الجنة ولا رايح النار، قال أنا عليك بس. فقال له يا عم، شوف ده بيموت يطلع في الروح: أرأيت لو أن الله أوكل حسابي إلى أمي ماذا عساها أن تصنع بي؟ قال له والله لا أدخلتك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. فقال له يا عم أبشر فإني مقبل على من هو أرحم بي من أمي. يقين في الله سبحانه وتعالى، لأن محدش هينفعك حتى في لحظة الموت، والله ما هينجيك إلا اليقين في ربنا سبحانه وتعالى. وكأن الميت يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قاموا فقالوا أدركوه، سائلوه، كلموه، حركوه، وجهوه، حنطوه، كفنوه، ادفنوه، صلوا عليه وانثنوا عنه كأن لم يعرفوه. محدش هيعرفك غير يقينك بربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يجبر بخاطرنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يزيدنا يقينا على يقيننا. اللهم اجعلنا من أهل عين اليقين، اللهم اجعلنا من أهل عين اليقين. اللهم افتح لنا الأبواب، وهيئ لنا الأرزاق، واقضي لنا الحاجات، واجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين. وانصر إخواننا المستضعفين، وكلهم سندا ونصيرا وعونا ودليلا، وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم. اللهم إنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك، فاللهم حولهم إلى أحسن حال. اللهم اجعلها لنا ساعة فرج، واجعلها ساعة فرج، واجعلها ساعة فرج. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام على هذا الكلام الجميل الذي استمعنا إليه ورقت إليه القلوب، فاملأوا القلوب بوعاء اليقين واملأوه بحسبنا الله ونعم الوكيل. فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن حرب وقالت: يا رسول الله، متى تنتهي هذه الحرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عندما يمتلئ الوعاء بحسبنا الله ونعم الوكيل. فاملأوا قلوبكم باليقين وبحسبنا الله ونعم الوكيل. فباليقين يمتلئ وعاء القلوب، فيقيني بالله يقيني.
كن واثقا بالله وكن على يقين بالله، فبالغير اليقين فلن تعبد الله كأنك تراه، فباليقين تعبد الله كأنك تراه. نشكر فضيلة الشيخ خالد صلاح الدين على كلماته الجميلة الرقيقة، وفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام. وأحب أن أنهي كلامي بأبتدأ به فضيلة الشيخ خالد بأن نشكر سيادة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزارة الأوقاف على أنها سنت هذه السنة الحسنة في أن جمعت بين علماء وأجلاء ودعاة إلى الله بالحق لنرتوي من جنات علمهم ونستقي رحيق ظهور العلم الذي استمعنا إليه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.